تتواجد يعني بالمستشفى يعني السلطات العموميه وكذلك السلطات الصحيه وكذلك مواكبه اعلاميه للمواقع الالكترونيه المحليه في وقت الحدث الموقع الحدث. المستشفى الاقليمي لاله مريم تجد الاشاره الى ان بمدينه العلاء سجلت يعني 3 حالات وحاله واحده بالقصر الكبير، اذا 4 حالات كلها يعني حسب التصريحات يعني للاطر الطبيه فان الحالات يعني حالتها مستقره يعني تدعو الى التفاؤل لتماثلها للشفاء. امس اعلن مصدر طبي يعني خروج يعني تماثل اول حالات للشفاء، منتظر ان يخرج من الطبي وكذلك يعني من المندوب الإقليمي. إذا من المرتقب بعد قليل يعني قبل قليل يعني كنلاحظوا كيتوجه الطاقم المندوب الإقليمي السيد شوقي ميران العربي. إذن بعد أسبوع يتماثل أول يعني حالة يعني تمت متابعة حالتها داخل المستشفى الإقليمي لمريم تماثل للشفاء. ننتظر يعني ماذا سيتم الإعلان عنه يعني من السلطات الطبية على المستشفى. إذن كذلك يعرف إعلان أو حالة شفاء بمستشفى الإقليمي لاله مريم بالعرائش مواكبة إعلامية واسعة على المستوى الوطني بحضور قناة الأولى وكذلك قناة ميديا. تلاحظون هناك يعني تدابير احترازية وقائية داخل المستشفى باحترام مسافة الأمان، يعني يحرصون يعني الأطر الطبية تحرص على يعني إعطاء تعليمات باحترام تدابير وقائية باحترام مسافة الأمان. رأيت ما يتم خروج أول حالة تماثلت للشفاء.
خرجوهم 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 من ليه من ليه خرجوهم خرجوهم إذا كما يبدو يعني يعني هاد يعني الحالة التي تمثلت للشفاء يعني خرجوها يعني من الباب الخلفي يعني من باب أخرى يعني وذلك تجنب يعني للتشهير بهذه الحالة كما تعرفون لأن حنا كنهنيو يعني الأسرة ديالو كنهنيو يعني هو يعني الشخص اللي تمثل للشفاء أو الحالات يعني الحالة التي تمثلت للشفاء كنلاحظوا توجهات يعني سيارة إسعاف آخر يعني إذن إلى هنا نودعكم على أمل يعني تقديم تقارير أخرى يعني مواكبة لأول حالات خروج وتعافي من يعني من الإصابة يعني حيث خضعت هذه الحالة لتحاليل يعني مخبرية يعني كلها كانت سلبية ثلاث تحاليل أكدت يعني المصادر الطبية يعني أنه تعافى تماما ويعني حالته صحية جيدة والآن غادر يعني المستشفى يعني غادر إلى منزله نتمنى الشفاء لجميع المرضى نتمنى يعني وكذلك نعبر عن يعني الفرحة ديالنا كنا يعني بهذه الحالة ديال تمثل الشفاء وكذلك يعني زرع يعني فسحة الأمل بأن هناك يعني محاولة يعني يعني مواجهه ديال هذا التفشي ديال الوباء يعني مستوى المغرب وكذلك باقليم العرائش نتمنى لكم يعني ان تحافظوا على يعني الاحترازيه التدابير الاحترازيه وتبقوا في المنازل ديالك وخليك في دارك الى اللقاء